أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل للحاجة؟ وش الحاجة؟ كل يقول أنا محتاج، إذا احتاج حاجة صحيحة والأطباء قرروا أنه ما يضره هذا الحبوب ما تضره لا بأس، في حاجة والأطباء قرروا أنه ما يضره هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.